أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى بانوراما نناقش فيها هذا المساء. بعد أيام على زيارة بايدن للمنطقة، بوتين يتوجه إلى طهران للقاء قادة إيران وتركيا، فما دلالات هذه الزيارة؟ كذلك في الجزء الثاني، الصدر يرد على تسريبات المالكي ينصحه بالاعتكاف واعتزال السياسة، والمخاوف من صراع مسلح تتصاعد، إلى أين سيذهب العراق مع ارتفاع المنسوب في الاستفزازات؟ إذن بعد أيام فقط من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة وفي خضم الحرب التي يخوضها في أوكرانيا، ينتقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران ليبحث مع نظيريه الإيراني والتركي ملفات عدة وعلى رأسها الملف السوري. ستتيح اللقاءات الثنائية التي ستعقد في طهران ويجمع أحدهما بين بوتين وأردوغان للمرة الأولى منذ الهجوم على أوكرانيا في فبراير الماضي البحث في ملفات شائكة مثل تداعيات هذه الحرب والاتفاق النووي الإيراني. من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، قال إن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران تستعد لتزويد روسيا بما يصل إلى عدة مئات من الطائرات المسيرة، منها طائرات قتالية ذات قدرة على حمل أسلحة. وقال سوليفان أيضا أن الولايات المتحدة لديها معلومات تشير إلى أن إيران تستعد لتدريب القوات الروسية على استخدام هذه الطائرات المسيرة في الحرب الدائرة في أوكرانيا. نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا من واشنطن الدكتور فراس مقصد، الأستاذ في العلاقات الدولية في جامعة جورج واشنطن، أهلا بك. ومن موسكو الدكتور رولاند بيجاموف، المحلل السياسي، أهلا بكم ضيفي الكريمين. واسمح لي أن أبدأ من واشنطن معك دكتور مقصد. في الواقع في هذه المرحلة التي نعيشها، تعلم حضرتك بأن الموضوعات تتقاطع والتأثيرات كذلك يمكن أن تترابط، هل لهذه الزيارة على علاقة بقمة جدة بتصريحات بايدن، وإن كانت هذه الزيارة مقررة منذ فترة؟ ما في شك ريم أن هنالك الكثير من العوامل التي تتداخل وتتقاطع عند هذه الزيارة التي يقوم بها الرئيس الروسي إلى طهران من بعد حرب أوكرانيا. وأيضا أريد أن أقول هنا وأؤكد أن مع تعثر المفاوضات بشأن ملف إيران النووي، هنالك عدة عوامل جديدة في المنطقة تخلط الأوراق. أولا، هنالك احتدام لصراع القوى العظمى ما بين الصين وروسيا من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى. ثانيا، هنالك إعادة للاصطفافات التقليدية في المنطقة، أي الولايات المتحدة وحلفائها من جهة وإيران وروسيا من جهة أخرى. فتأتي هذه الزيارة في نقطة مفصلية من التاريخ المعاصر للمنطقة، نشهد هذه الاصطفافات الجديدة، وهنالك رسائل بعدة اتجاهات. نعم، هذا صحيح أن هذه الزيارة كانت لربما مقررة من قبل، وهي جزء من ما يسمى منصة استانا الذي تعنى وتركز على الملف السوري، ويمكن أن ندخل في الملف السوري، ولكن القراءة يجب أن تكون أوسع من الملف السوري ومنصة أستانا فقط. طيب سيد رولاند، هل هذه الزيارة تأتي كما قال ضيفي في إطار الاصطفافات الجديدة والعميقة التي يتحدث عنها البعض، أو أن هناك تفاهمات أخرى أضيق في هذه المرحلة مع يمكن أن يتحدث البعض خاصة في هذا التوقيت من الحرب الأوكرانية على محاولة روسيا إيجاد نوافذ جديدة لقطع الغيار وخاصة وليس للطائرات، ما رأيك؟
أنا أراي في اعتقادي يعني هذه الزيارة قبل كل شيء هي زيارة في إطار صيغة أستانا، وهي الزيارة حول سوريا في الدرجة الأولى، ولكن في الوقت نفسه هي تجري على خلفية المستجدات في المنطقة، وخاصة ما يجري في أوكرانيا، وزيارة بايدن الأخيرة إلى دول الشرق الأوسط وإسرائيل. ولكن أنا لا أعتقد أن هناك اصطفافات، أو مثلا هناك روسيا وإيران تريد أن تشكل شيئا مقابل الولايات المتحدة، لأن الروس لديهم يعني في الدرجة الأولى هو الذهاب إلى طهران من أجل موضوع سوريا. ثانيا، ستكون هناك محادثات حول التخضير لعقد اتفاقية أو معاهدة الاستراتيجية للتعاون الاستراتيجي بين روسيا وإيران لمدة 25 عاما، والحديث يجري حول ذلك، وستكون الاتفاقية على غرار الاتفاقية التي وقعتها إيران مع الصين. ثالثا، هناك التخمينات في أن مثلا إيران ستزود الروس بطائرات بدون طيار، وهذه التخمينات مبنية على أسس ضعيف جدا، لأن روسيا دولة لديها التصنيع العسكري، وهي تصنع لديها تصنيع صحيح سيد رولاند، لديها تصنيع ولديها تجميع، ولكن تنقصها قطع غيار يمكن أن تتحصل عليها في إيران، هذا ما يقوله البعض. هذا يقول السيد جيك سوليفان، وأنا أقرأ هذه التصريحات في إطار حشو إعلام لزرع فتنة في المنطقة. أما بالنسبة لما يجري في المنطقة، أعتقد أن العلاقات بين روسيا والصين وإيران هي علاقات تتطور في مجرى طبيعي، ولا تهدف مثلا الدول الأخرى في المنطقة. التعاون بين الروس والإيرانيين والصينيين والإيرانيين واضح. لا يمنع من تعاونهم مع الدول العربية على رأسها السعودية والإمارات. ما رأيك سيد مقصد، هل يستقيم أو تستقيم هذه المعادلة؟ ضيفي يقول بأنه روسيا لديها مصالح مع إيران، ولكن كذلك لديها مصالح مع دول المنطقة، وهي لا تخفل مصالحها وتعاونها الاستراتيجي مع دول المنطقة، فكيف يمكن أن يحدث هذا التوازن؟ ما في شك أن الرئيس بوتين يحاول، هو يريد أن يبقي على العلاقات مع دول الخليج العربي، بينما يكثف علاقته الاستراتيجية مع إيران. ومن المنظار الأمريكي، أو بالأخص من منظار الإدارة الأمريكية وتصريحات مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، هو يحاول تذكير هذه الدول العربية ودول الخليج بالأخص أن روسيا ما زالت الحليف الاستراتيجي الأول ربما لإيران في المنطقة، العدو اللدود لهذه الدول التي تتدخل في شؤونها الداخلية وتزعزع أمن واستقرار المنطقة. فلا تستطيع، أو حسب الرؤية الأمريكية ورؤية الإدارة، لا تستطيع روسيا أن تكون تلعب هذا الدور المساند لإيران من جهة، وثم تقول لدول الخليج أنها دولة صديقة ولا تريد علاقات استراتيجية معها في نفس الوقت. بنفس الوقت أريد أن يعني هنالك ما قاله الدكتور رونالد، هنالك يعني بعض علامات الاستفهام. كيف نقول أن هذه زيارة يعني مخصصة للملف السوري، ثم نعود ونقول أن هنالك اتفاقية استراتيجية على مدى 25 سنة سيمضيها أو يريد أن يعني يبرمها الرئيس بوتين مع إيران؟ هنالك تناقض في هذا الكلام. الواقع يقول أن هنالك تعميق لهذه العلاقة، ما سنشهده هو تعميق لهذه العلاقة ما بين روسيا وإيران بسبب هذه الاصطفافات الجديدة على مستوى العالم وعلى مستوى المنطقة. والحدث الأساس هو طبعا الحرب في أوكرانيا واحتدام هذا الصراع
صراع دول الكبرى، وأيضا التعثر في الملف، ملف المفاوضات في فيينا. طيب، إن كان لك تعليق دكتور رولاند على ما تفضل به ضيفي حول استفهامات على هذه الاتفاقية لمدة 25 سنة، خاصة وأن هناك مراقبين تحدثوا كذلك عن مناطق يمكن أن تؤجر. تعلم حضرتك بأن الدستور الإيراني يمنع أن تقام على أرض إيرانية قواعد أجنبية، ولكن هناك عملية تأجير قد تحدث على مستوى مرفأي بندر عباس وشبهار، فهل هذا ممكن فعليا؟ أولا وقبل كل شيء، مصطلح اتفاقية التعاون الاستراتيجي أو معاهدة التعاون الاستراتيجي لا تعني قطعا أنه هو التعاون الاستراتيجي العسكري. الحديث يدور قبل كل شيء حول المجال السياسي وحول المجال الاقتصادي، خاصة هناك هدف لرفع حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران إلى 10 مليارات دولار على أساس سنوي. تجارة ماذا سيد رولاند؟ فقط لأتوقف معك عند هذه النقطة الأسكارية. لو سمحت لي قبل المرور، أي تجارة؟ لا لا، قبل القواعد العسكرية، تتحدث عن تبادل تجاري، تجارة ماذا؟ ما الذي يمكن أن تقدمه إيران لروسيا؟ العديد من الأشياء يمكن تقدمها إيران لروسيا وروسيا لإيران، على الرغم من أن هناك التطابق من ناحية ما بين اقتصادات الدولتين. نعرف يعني إيران مصدرة للنفط وروسيا كذلك، ولكن هناك التعاون يجري في إطار المحور الشمالي الغربي، بناء طرق ومسارات جديدة لإيصال للتجارة. صحيح، هناك حديث والبضائع صحيح بين هناك حديث أوروبا حتى وروسيا عن والصين. صحيح، هناك حديث عن الممر الجنوبي الذي يعتبر أكثر أمنا وأقل تكلفة كذلك، ويمكن روسيا من أن يكون لها معبر لتصدير تجارتها. سيكون هذا من بين النقاشات سيد رولاند؟ أكيد هذا سيكون، لأن الشق الاقتصادي سيأخذ هناك مكانا، ولكن للأسف الشديد نحن ندخل في الحديث حول التعاون العسكري. لا يمكن حاليا أن يكون هناك التعاون العسكري بين روسيا وإيران. لماذا؟ لأن إيران لا تريد أن تشارك في النزاع في أوكرانيا، هذا الموقف الإيراني معروف. من ناحية أخرى، روسيا على الرغم من أنها هي الآن تستطيع بعد رفع العقوبات على تصدير الأسلحة العسكرية اعتيادية إلى إيران، أيضا لا تريد أن ترسل إيران أنظمة الصواريخ الروسية المتطورة. ويمكن قد تقوم بإرسال هذه الأسلحة، هذه الأنظمة إلى إيران في حال قامت مثلا إسرائيل بإرسال طائرات بدون طيار الإسرائيلية إلى أوكرانيا بكميات كبيرة. حتى الآن لا توجد لدي الروس مثل هذه المعلومات، ولكن يبدو أنهم الروس حذروا الجانب الإسرائيلي من إرسال هذه الأنظمة إلى أوكرانيا. وإذا قامت إسرائيل بذلك، في هذه الحالة روسيا سترد بإرسال أسلحة أنظمة الدفاع الجوي المتطورة إلى إيران. طيب، ما رأيك دكتور مقصد ضيفي؟ يعني يستبعد أن تكون هناك أن يكون هناك تركيز على تعاون استراتيجي عسكري، فيما البعض كذلك ونعيد التفكير بأن هناك مرافق قد تحتاجها روسيا، وهذه المرافق هي قريبة من المحيط الهندي، وتعلم حضرتك التصعيد الحادث في المحيط الهندي الهادي، فهل يمكن لروسيا أن تخطو هكذا خطوة؟ أني سريم، بدنا نحكي على أرض الواقع، ما بدنا نحكي بالكلام الأكاديمي فقط، مع أنه الكلام الأكاديمي مهم، ولكن الواقع هو أن هنالك مشكلة لدى الطرف، مشكلة عسكرية لدى الطرف الروسي اليوم في أوكرانيا بسبب المسيرات التي تستخدم ضدها، وهي مسيرات تركية الصنع. الكل يعلم الآن أصبح اسم بايراكتار اسم شهير والكل يعرف ذلك، وليس هنالك ردا روسيا أو حلا روسيا لهذه الطائرات بدون طيار.
ونحن نعلم ايضا ان كانت هنالك محاوله روسيه للاتيان بهكذا طائرات وهذا هكذا معدات عسكريه من عند الصين، ولكن الضغوط الغربيه والضغوط الامريكيه على الصين احالت دون ذلك. فيعني ما بدنا نحكي كثير بالكلام الانشائي والاكاديمي عن تعاون اقتصادي وتعاون ثقافي، هنالك حرب على أرض الواقع في أوروبا على أرض أوروبية، وهنالك ولو أنه دكتور مقصد عسكري وقع فيها الرئيس بوتين وهو يحاول المجيء بهذه المعدات. ونحن نعلم أن إيران شئنا أما بينا لديها خبرة في استعمال هذه المسيرات، هي تستعملها لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، إذ كان ذلك في الخليج العربي أم في سوريا أو ضد إسرائيل من خلال البوابة اللبنانية والبوابة السورية. صحيح. فمن هنا المنحة والتركيز على الموضوع العسكري، التعاون العسكري التي روسيا. ولو أنه دكتور مقصد اسمح لي، ولو أنه حتى الحديث عن التعاون الاقتصادي قد يكون له كذلك جانب عسكري منه، لأن البعض اليوم يتحدث عن معادلة الغذاء مقابل قطع الغيار. إيران تحتاج إلى الغذاء فيما روسيا تحتاج إلى بعض قطع الغيار التي كانت تستوردها من أوروبا والتي لم تعد تتحصل عليها. بالضبط بالضبط، ولنكون واضحين اكثر كمان، حتى هنالك بعض يعني قطع الغيار التي تعنى بالتكنولوجيا المتطوره التي لا تصنعها روسيا، ممكن الاتيان بها من الصين ومن اماكن اخرى في الغرب، والان لم تستطع بقى الاله العسكريه الروسيه الاتيان بها بسبب هذه العقوبات العسكريه الغربيه ضدها. دكتور لاند لا يوافق ابدا على هذا الطرح، وان هذا الموضوع سيكون له جانب استراتيجي. ولكن السؤال مطروح كذلك سيد رولانت، يعني يمكن تفهم أن يذهب البعض بقراءته إلى مثل هكذا الجوانب. لا شك أن روسيا أسقطت خلال هذه العملية العسكرية بوسائل الحرب الإلكترونية وكذلك بطائراتها الخاصة لها من نوع أريون وغيرها من الأنواع التي متوفرة لدي الجيش الروسي. وربما هناك مبالغة بأن الروس لم يركزوا بالفعل مثلا على هذه الطائرات بدون طيار، ولكن سير العملية العسكرية يثبت بأن الروس حتى الآن أسقطوا مئات من الطائرات بدون طيار التابع للجيش الأوكراني، بما في ذلك طائرات بايراكتار التركية الشهيرة. هذا أولا. ثانيا، أنا لا أعتقد أن زيارة سيد بايدن إلى المنطقة كانت ناجحة. أنا متأكد لأن هذه الزيارة أثبتت بأن في المشرق العربي ظهر قطب عربي قوي، تحالف لدول عربية. لم ينجح بايدن في ترويج فكرة بناء درع صاروخي بمشاركة إسرائيل ضد إيران، وزرع الفتنة بين الدول العربية وبين إيران. نعم. بأن العرب لم يتفقوا مع فكرته بأن تطبيع مع إسرائيل، قالوا العرب هو يمر عبر حل الدولتين. وثانيا، أضبطوا العرب بأن لديهم الآن القدرة والاستقلالية، وهم يفكرون في مستقبلهم ويبنون علاقات مع دول الجوار وغيرها من الدول. وهل روسيا تملك هذه الاستقلالية سيد بيجاموف؟ وهل روسيا يمكن أن تحافظ كذلك على استقلاليتها هي وعلى علاقاتها الاستراتيجية مع دول المنطقة؟ لأنه البعض كذلك استوقفته ولفتته طريقة ترحيب رئيسي ببوتين في آخر لقاء لهم. تعلم بأنه في البروتوكول الإيراني ليس هناك عملية يعني اقتراب، لكن الرئيس هذه المرة أو في المرة السابقة كان حميميا مع بوتين، فكيف سيتعامل بوتين في هذه الزيارة من حيث محاولة إيران استدراجه ومحاولة كسب القوة الروسية في هذه المرحلة؟ التقارب مع إيران لا تعني أن هناك سيتم الابتعاد عن الدول العربية.
إذا لاحظتم لما وصل رئيس بوتين إلى السعودية كان استقباله بأي طريقة، وكان استقبال الملوك. وكذلك عندما وصل الأحل السعودي لأول مرة في تاريخ إلى البلد الذي في السابق كان أول بلد في العالم الذي اعترف بالمملكة السعودية ناشئة، أيضا كان الاستقبال مهيب جدا. ويجب لا ننظر إلى هذه الجوانب الخارجية، ولكن نحن في هذه اللحظة يجب أن نشير ونسجل، وأنا لدي اعتقاد راسخ بأن هذه المرة تشكل هيكل فرص جديدة، وهذا هيكل فرص إيجابي جدا، ويمكن قد يفتح الطريق حتى إلى تطبيع العلاقات بين إيران وبين الدول العربية في إطار المفهوم بناء الأمن الجماعي في هذه المنطقة، في منطقة الخليج العربي. طيب دكتور مقصد، تحدثنا عن العلاقة الثنائية بين إيران وروسيا، ولكن كذلك تركيا ستكون حاضرة المحنة إلى بعض المصالح المرتبطة أو المترابطة بين هذه الأطراف، ولكن كيف تقرأ الحضور التركي في إشارة إلى أن أردوغان كذلك يسعى إلى علاقات ممتازة مع دول المنطقة، وفي نفس الوقت هو يحضر هكذا اجتماعات، فما هي قراءتك لهذه الخطوات ولحسابات أردوغان في هذه المرحلة؟ نعم، من الملفت آنسة ريم أن هنالك اجتماعا ثلاثيا، هنالك قمة ستعقد في طهران هي قمة منصة أستانال الذي ستجمع الرئيس الإيراني وأردوغان الرئيس التركي وبوتين الرئيس الروسي، هذه من جهة. من جهة أخرى هنالك اجتماع ما بين أردوغان وبوتين ستعقد في طهران، وهذا سيعني بالملف الأوكراني أعتقد، لأن تركيا اليوم لعب أساس في المنطقة شأنها ما بينها، هي تلعب على عدة ملفات في عدة ملفات. الملف الأوكراني هنالك وساطة تركية ما بين الغرب وما بين روسيا، تعنى بالأخص بمحاولة تصدير الحبوب والأمن الغذائي العالمي والأزمة الناشئة بهذا السبب. فهنالك مفاوضات روسية تركية تتعلق بالملف الأوكراني، هذه من جهة. من جهة أخرى هنالك الملف السوري، ومن هنا يعني هنالك محاولة تركية لاستخدام الضعف الروسي في هذه اللحظة للمصالح القومية التركية، بالأخص فيما يتعلق بالأكراد وما يسمى قوى سوريا الديمقراطية. هنالك اندفاع متجدد تركي في الشمال السوري، ومحاولة أو استعداد لعملية عسكرية جديدة في الشمال السوري في إدلب وبعض المناطق الأخرى. ومن هنا هنالك محاولة من روسيا وإيران، محاولة مشتركة لردع هذه العملية المرتقبة في الشمال السوري. فهنالك تشعب للمواضيع ما بين الطرفين، هنالك اجتماع ثلاثي وثم هنالك اجتماع ثنائي ما بين لردعها. دكتور مقصد، لردع هذه العملية أو لترتيبات خاصة بهذه العملية، خاصة وأن الأكراد تعلم حضرتك علاقتهم الوطيدة بواشنطن، فكذلك هو ملف يمكن أن يكون ملفا للضغط. نعم، علاقة الطرف الكردي يعني الأكراد يحاولون أن يساووا ما بين العلاقة مع الولايات المتحدة والعلاقة من روسيا والنظام من جهات أخرى، هم يعني يبيعوا ويشتروا في هذا السوق السوري. هنالك كانت تأكيدات لافتة للنظر الأسبوع الماضي من كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية، كما تحاول أن تردع تركيا من القيام بهكذا عملية ضد القوى الكردية في المنطقة. نعم، أعتقد أن كلامك صحيح، لربما روسيا وإيران تريد أن تقايض مقابل هذه العملية التركية المرتقبة، هم يريدون بعض المكاسب في إدلب، إيران في مناطق نبل والزهراء بالتحديد شمال حلب. روسيا أيضا هنالك بعض التطمينات ومصالح النظام السوري، وهنالك محاولة لمقايضة، ويعني لجم أو محاولة تقليص
مفاعل هذه العملية العسكرية المرتقبة في الشمال السوري. سيد بيجاموف، ما رأيك؟ هل روسيا مع هذه العملية ليس بتشجيعها ولكن بالسكوت عليها؟ يقول بعض المراقبين بأن روسيا يمكن لمصالح معينة أو لملفات معينة للضغط بها يمكن أن تصمت أو على الأقل أن ترتب لهذه العملية ولكن دون التشجيع ولا لمنعها. هل هذا وارد؟ هو طبعا كل شيء وارد على الساحة السورية، خاصة الآن روسيا مهتمة بالأمر الأوكراني في الدرجة الأولى، ولكن موقف روسيا المبدئي من هذه العملية التركية الخاصة المرتقبة في هذه المنطقة معروف جدا. روسيا قالت أن حتى لو تركيا تحركت منطقة نفوذها في سوريا إلى مثلا 30 كيلومتر، ولكن هذا لا يحل المشكلة في هذه المنطقة. إذن روسيا ضد هذه العملية، إيران ضد هذه العملية، وأمريكا أيضا ضد هذه العملية. طبعا هذا شيء معروف جدا، ولكن رجب طيب إردوغان سيلعب وسيحاول أن يتاجر ويسوق، وربما يتفق مع روس وعلى مع إيرانيين على بعض نوع من التحريك في هذه المنطقة، أو ربما سيتم اتخاذ بعض القرارات. نعم. ولكن أنا في اعتقادي كل شيء سيبقى كما هو الحال الآن. سننتظر على كل سنتابع العملية صحيح. التركية. نعم. صحيح. ستبقى عيننا على كل هذه التطورات، سنتابعها. شكرا جزيلا لكما. من موسكو السيد رولاند بيجاموف المحلل السياسي، ومن واشنطن الدكتور فراس مقصد الأستاذ في العلاقات الدولية في جامعة جورج واشنطن. شكرا لكما.